مساء الفل عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه يا احلى مشاهدين في الدنيا؟ يا رب دايما نبقى كلنا بخير. النهارده جايين مع بعض على اكله حلوه قوي وخفيفه قوي وسهله قوي، وفي نفس الوقت بنحب نشتريها جدا جدا من بره. يعني بنمشي جنب المحل بنشم ريحه من تاني شارع، وهي الحواوشي. الحواوشي البلدي بتاعنا المصري مش الاسكندراني. النهارده نعمل المصري، المره الجايه هعمل لكم الحواوشي الاسكندراني. مقادير الحواوشي النهارده هنعمل كل واحد حسب المقدار اللي عايز يعمله. انا هعمل النهارده نص كيلو بس، فاحنا بنعمل المقدار الصغير، وكل ما نحب نزود المقدار بتاعنا هنزود المقادير بتاعتنا. نص كيلو لحمه مفرومه، بصلتين كبار متخرطين متقطعين، قطعه ليا صغيره انا فرماها بشرها بالمبشره او مفرومه بالكبه زي ما يعجبكم، 2 فلفله خضراء مقطعه صغير، 2 طماطم صغننه مقطعه برده حتت صغيره، بقدونس، سمنه عشان ندهن الصينيه وندهن العيش بتاعنا اللي هنشتغل بيه، وشويه توابل اللي هي ملح وفلفل، 7 بهارات، معلقه بابريكا، رشه قرفه صغيره، معلقه توابل كبيره مشكله، شطه، توم باودر، بصل باودر، رشه جوز الطيب، نص معلقه كاري. تمام كده، التوابل دي بتاعتنا هحطها على الحواوشي، وهنبشر البصله وهنبتدي نشتغل ونشوف هنعمل ايه. بصوا انا عندي كبه صغيره اهي هستعملها، مش محتاجه استعمل كبه كبيره خالص، ولا محتاجه ان انا اجيب حاجه اكبر، يعني هي بس كبه صغيره كده انا هبشر فيها البصل. برده اتفقنا ان احنا لو ما عندناش الكبه دي هنبشر البصله بالمبشره بتاعتنا، وهنبشر الفلفل الاخضر بالمبشره، وهنبشر الطماطم بالمبشره، ونعجنها كل القصه دي كلها تتعجن على بعضها في فوق اللحم. تمام، انا هبشر البصله. بص يا حبيبي احنا بشرنا البصله، وانا بشرت شويه ودي شويه تانيين، بس انا هحط عليهم الفلفل الاخضر وابشره، بدل ما ابشره ايه، بدل ما بحبه حتت كده، لما بيكون مبشور في المبشره بيدي برده طعم ألذ يعني. وهبشر معاه كمان الطماطم، ممكن نحطها مخرطه كده صغيره مفيش اي مشاكل، يعني انا ساعات اعملها كده وساعات كده. والفلفل برده هنخرطه حتت صغيره وهنحطه حسب بقى الحاجه انا بحب ايه. بصوا كده بتبقى اسهل واخف. كده احنا حبايبي ضربنا البصل بتاعنا مع الطماطم مع الفلفل الاخضر. تمام، هننزله كله على الخليط بتاعنا، اللحمه المفرومه بتاعتنا. بصوا كده حبايب قلبي خليكم معايا، هننزل كده. بصوا بقت كميه كبيره، اوكي اهي، هنقلبها مع اللحمه بتاعتنا. هننزل التوابل بتاعتنا كلها، وهننزل معانا قطعه، سوري يا جماعه معلش انا اسفه، هننزل معانا قطعه اللي احنا بشرناها بالمبشره او فرمناها بالكفه او قطعه دهن، يعني مش شرط كليه، لو انا ما عنديش ليه ممكن اشتغل بقطعه دهن. كل ده هنعجنه في بعضه، نعجنه بقى بايدينا، نعجنه بمعلقه بسباتيولا زي ما يعجبكم. هنبتدي نعجن الخليط بتاعنا ده، وهننزل عليه كمان البقدونس، نبتدي نعجن مع بعض كويس. ادينا اهو، بص قلبناها كويس قوي اهو. بصوا حبايب قلبي بقت عامله ازاي، بقى خليط جميل جدا وهيعجبكم بجد. كل الحكايه ان احنا هنقسم العيش بتاعنا دلوقتي. مثلا انا عندي النص كيلو ده بعد ما حطيت الخلطه دي، بقى بصوا قد ايه، بقت كميه كبيره. طيب الكميه الكبيره دي ممكن تعملي قد ايه عيش؟ ممكن تعملي 6، ممكن تعملي 8، ممكن تبقى 7. بصوا حسب ما انتوا بتحبوا اللحمه فيها كتير ولا قليله، يعني مثلا مش قليله قوي يعني، بس تبقى ايه متوسطه. يعني مثلا انا لو حطيت 6 رغيفه كبار، بصوا انا العيش بتاعنا البلدي العادي، بصوا حبيب قلبي العيش البلدي بتاعنا العادي اهو، انا كل الحكايه ان انا بجيبه وبفتحه بايدي، ولا سكينه ولا اي حاجه. تمام، بجيب العيش بتاعنا، بجيب معلقه سمنه سايحه، وبعمل كده بسيط جدا،
بصوا اهي بسيط قوي، وبرده من على الوش بعمل برده بسيط قوي. خلاص كده اهو، بصوا هجيب صينيه بتاعتي انا بسويه في الفرن من غير ولا ورق فويل ولا ورق زبده ولا اي حاجه خالص، ولا محتاجه ان انا احط اي حاجه. كل اللي انا بعمله ان انا بدهن الصينيه بتاعتي بالسمنه، تمام كده اهو، ودهنت العيش بتاعي. بجيب العيش بتاعي وباخد قطعه من اللحمه بتاعتنا اللي احنا عاملينها اهي، مثلا ايه قطعه مثلا زي دي، تمام، واقوم فاتحه العيش بتاعي وحطاه. بصوا كده حبايب قلبي اهو، افردها كويس قوي قوي في العيش. قطعه تانية اهو حسب ما انتوا عايزين، عايزين بقى لحمه خفيفه شويه، بتحبوه لحمه كتير، حسب ما انتوا كلكم ايه، كل واحد وذوقه، وكل واحد ما بيحب الحواشي بتاعه يكون شكله ايه. خلاص كل اللي انا عملته ان انا بص دهنت وشه سمنه بسيط اهي، وكده كده الصينيه مدهونه سمنه. هاخد الرغيف بتاعي واحطه كده، خلاص هاخد الرغيف التاني هعمل نفس اللي عملته. اديني فاتحه برده العيش اهو، اجيب معلقه سمنه بسيطه هعمل كده بس، وهعمل برده من على الوش كده. بص حبايب قلبي كده بسيط خالص اهو، وبرده هاخد قطعه من الحواوشي بتاعتي اهي، قطعتي كده كويسه اهي. بصوا حبايبي قلبي اهي، حته زي دي اقوم عامله كده، بصوا حطها في العيش بتاعي وماليه العيش بتاعي، واقوم ايه دايسه عليها، اضغط كده اضغط كده جامد عشان تبقى اللحمه كلها مفروده ومستويه، وفي نفس الوقت ايه ماليه العيش بتاعي وكل العيش متشبع بيه اللحمه. واجي اخد الساندوتش بتاعي او القطمه بتاعتي الاقيها كلها مليانه باللحم. بصوا هدوس عليه كده، واخد برده الرغيف بتاعي التاني واحطه في الصينيه دي، تمام. هخلص الكميه كلها وهاخد الصينيه احطها في الفرن. انا ما بعملش فيه اي حاجه، بحطه في الفرن على درجه 180 او 200 كل واحد حسب الفرن بتاعه. بحطه على درجه حراره 180 او 200 حوالي تلت ساعه تقريبا، وبرده ايه افتح كده بالراحه واختبر حته لحمه صغيره واشوف اذا كانت استوت ولا لا، وبعدين بطلعه يبرد حاجه بسيطه واقوم ايه مقدمين. هخلص الكميه واقدمه مع بعض ونشوف هنعمل قد ايه، والكميه بصوا بتاعتنا كبيره ازاي قد ايه. بصوا حبايب قلبي بصوا لسه الكميه بتاعتنا كبيره، لو حتى لو قسمناها ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه ادي خمسه، بقى معايا حوالي خمسه وادي اتنين حوالي سبعه ترغيفه عيش كبار حواوشي مليانين. عايز اعملهم تمانيه، بقلل قطعه صغيره من كل قطعه من اللي احنا عملناها دي. هنسوي الحواوشي مع بعض ونرجع يروح قلبي ونشوف اذا كنا هنعمله ازاي. رجعنا لكم يا حبايبي بعد ما سوينا الحواوشي بتاعنا، بصوا جماله، بصوا مش عايزه اقول لكم بجد يعني طالع، بصوا عامل ازاي زيه زي بتاع بره بالظبط. بصوا متحمص في الفرن في الصينيه، ما حطيناهاش ولا ورق فويل ولا ورق زبده ولا اي حاجه خالص. كل اللي عملناه ان احنا دهنا الصينيه بتاعتنا سمنه وحطينا الحواوشي بتاعنا على درجه 200 او درجه 180 حسب الفرن بتاعنا. خد بالظبط من تلت ساعه ل 25 دقيقه لنص ساعه حسب كل واحد والفرن بتاعه، تمام. بصوا بقى كده اهو بقى جميل اهو، صدقوني الريحه. عايزه اقول لكم احنا نقطع واحد مع بعضينا ونشوفه، عايزه اقول لكم الريحه بجد يعني مغرقه الشقه كلها والعماره كلها شم الريحه بتاعته يعني. بصوا حبايب قلبي اهو، بصوا كده اهو، بصوا بصوا اللحمه فيه عامله ازاي، بصوا مستويه، بصوا كده مستويه، وبصوا شكلها وريحتها ولمعانها. بصوا بقطعه اللي هي الصغيره او الدهن اللي احنا حطيناها والعيش بتاعنا المحمص اللي احنا دهناه، بصوا بقى عامل زي بتاعه بره بالظبط. صدقوني بجد تحدي يعني، لو انتوا جربتوه في البيت مش هتبطلوا تعملوه، هتبطلوا تشتروه من بره اصلا. كفايه انها لحمه بيضاء، لحمه بلدي نظيفه، لحمه موجوده في البيت عارفين احنا جايبينها ازاي وفرمينها عند الجزار، حاجاتنا نظيفه، بناكل لاولادنا حاجه طبعا صحيه جدا، واحنا كمان بناكل حاجه صحيه جدا. بصوا هنقدمه هنا اهو كده، هنحطه في الطبق بتاعنا، بنقدمه معاه مثلا سلطه طحينه، سلطه خضراء زي ما يعجبكم، ترشي مثلا مخلل
يعني زي ما احنا بنحب. بصوا اللي عايزه اقول لكم بس بجد يعني بصوا رائع يعني. بصوا ناخد واحد تاني، بصوا عامل ازاي العيش، بصوا محمص، بصوا ناشف يعني، بصوا مقرمش ازاي وجميل، وبصوا التحميصه بتاعته والسوى بتاعه شكله ازاي، مش محتاجناش نحط حاجه خالص يعني. بصوا بجد انا عايزه اقول لكم بصوا كل العيش عامل يعني طالع بجد يجنن يعني، مش عايزه بجد، كان نفسي تكونوا جنبي وتدوقوا بس يعني طعمته من الريحه اللي قلبت البيت كله يعني، بجد قلب ريحه العماره يعني. التوابل بتاعته جميله، الملح بتاعه جميل، شويه شطه صغيرين سبايسي، بجد فعلا رائع يعني. هتجربوه هتدعوا لي يعني، انا بجد مستنيه دعواتكم الحلوه ومستنيه تعليقاتكم، واللي جربه طبعا لازم يقول لي عمل ازاي، عملها ازاي وطعمه عامل ازاي، واولاده قالوا شكروا فيه قالوا ايه. ولو اكلنا لضيوفنا بقى عايزه اقول لكم كل اللي ده الحواوشي اللي انا بعمله بجد يعني قال لي عملتيه ازاي، انت جايباه جاهز وبتحكي علينا، فصدقوني جربوه يعني. انا بجد نفسي بس تجربوه وهيعجبكم جدا. بالمناسبه في توابل جاهزه تتباع في الشارع، كذا شركه يعني عامله توابل حواوشي، برده ممكن نجيب كيس ونحطه. ما عندناش توابل حواوشي اللي احنا ما اشتريناهاش من بره، التوابل اللي انا حطيتها كافيه جدا وبتدي نفس الطعم والريحه بتاعه التوابل اللي بتتباع بره. خلاص نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لنا كل جديد، ويا ريت ما تنسوش الجرس عشان الجرس ده حاجه مهمه قوي يا جماعه، لان هو ده اللي بيخليه كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها هي دي اللي بتوصل لكم، وهتتابعوني وهتشوفوا مني كل جديد وفي الجديد المستمر وبجد يعني حاجه بجد رائعه يعني. احنا قلنا قبل كده ان العيش بتاعي ده نص رغيف بس، عمل معايا 7 رغيفه من ده. تخيلوا بقى احنا لو هنشتري 7 يعني رغيف واحد من الشارع بنشتريه بكام؟ شوفوا تكاليفته قد ايه، تكاليف بالنسبه ان احنا نشتري جاهز هتبقى رخيصه جدا. جربوا وادعوا لي، وما تنسوش زي ما قلت لكم تابعوني عشان خاطر اوصل لكم كل جديد. باي باي يا روح قلبي.